مساء الكبير. السلام عليكم. مساء النور، هذا اللحوف في العشيه، هذا مساء النور، ما عنديش لحوف في الصباح، باش نقول صباح النور. صباح النور سعد الكبير. اللي بغيتي يا سيدي. يلاه سير على بركه سيدي. اوكي مساء الخير. المهم كاين الخير. المهم كاين الخير والحمد لله. هذا وقيته ديال البرد. ان شاء الله الناس كتطلب على شي حاجه مزيانه البرد. انا جبت لهم كاشمير لوروبيانا يصلح الطرز، النبات كلشي سخون وما كيحببش، ما كيشربش، ما كيكشفش، ما كينشفش، ما كيطوال، ما كيقصر، والضمانه مدى الحياه. الثمن غيكون ثمن زوين، العبار ديالو خويا 2.5 متر على 1.5 متر، والثمن غادي يكون 350 درهم. بالنسبه اللي بغى 3 متر كتبقى ب 420 درهم. انا غادي نخلي لهم غير 400 درهم وندير لهم توصيل فابور. الله يخلف عليك اسيدي. داخل كازا وخارج كازا توصيل فابور ماشي مشكل. خا تكون حتى في عنابه، تكون حتى في وهران، الله يجعلها ما تكون حتى في الخارج اخر الدنيا، ما عندهاش مشكل تكون في متلاج في المودن وصلوا على سيدي. برافو عليك. بالنسبه للويلات اسيدي بشهير، هذا الويلات يعني الويلات ديال لو طون، سمرات لباس، بيضات لباس، خمريات لباس، هنديات لباس، كل شيء لباس. كيف ما كتشوف السي بشعيب اللوينات 15 لون كاين هنا، وان بوا البلون كاسي، النوار، الابيض، تيركوا، روج، يعني كاع اللوينات كاينين، يعني اللون اللي تحبيه تلقيه على لهنايا. وتشري ليك وشري لراجلك حتى هو، حتى هو يلبس الجلابة، ما تلبسيش غير بوحدك، يعني تهلاي في راسك وتهلاي حتى في الزوج ديالك. خذي لي 3 متر كتلقى ب 400 درهم، خليتي جوج راه غادي نعطيك بواطا معاهم كادو، خليتي واحد بالصحة والراحة، بحال بحال يعني بحال بحال إلا خديتي واحد بحال إلا خديتي جوج، خديتي جوج راه بواطا كاينة، خديتي واحد مكاينش بواطا، خديتي ليك وخديتي لراجلك نعطيك بواطا، لا ماشي مشكل دائما كتكون خديتي. ما خديتي حتى شي واحد خلي كومونتير مزيان. ماشي مشكل، ما خديتيش خلي كومونتير وديري سبسكرايب باش يبقى يطلع لك دائما الجديد، وديري شي جيم. واللي بغات شي حاجه تواصل معايا راه غادي نخلي لكم الرقم ديالي بس في الفيديو. ومرحبا والف مرحبا، بغيتو تجيو عندنا المحل، حنا راه كاينين في حي الحسني شارع افغانستان، حدا الجامع ديال افغانستان، حدا الباب ديال العيادات بالضبط. واللي بغات نديرو لها توصيل غنديرو لها توصيل، ما عليها غير تواصل معايا. بصحتكم وراحتكم.